السلام عليكم، مرحبا يا احلام، كيفكم؟ يا رب تكونوا الف خير. جات لكم مقطع جديد. اليوم مقطعنا راح يكون على لعبة بروتون بس سيميليتر. طبعا هاي اللعبة كنا عم ننزل عليها كتير، طبعا جربنا عليها اكتر من مود، وهلا رجعنا لكم بهذا المود. طبعا هذا المود قديم، يعني ما اغلبكم يمكن بيعرف المود واغلبكم لا، فلذلك يلي ما بيعرف المود قلنا بركي بجربه. طبعا اجاني طلب كتير على هاي اللعبة، انه اذا بتجيب لنا منها، اذا بتنزلها، اذا كذا، يعني على المبدأ هذا. فلذلك نزلنا هذا المود، وهلا ان شاء الله راح نجربه مع بعض ونشوف اللعبة. طبعا يلي ما بيعرف اللعبة، هي لعبة باصات. لعبة باصات بتقدر تضيف عليها مودات، وفيها باصات يعني بقلب اللعبة، وبتقدر تضيف عليها مودات شاحنات وهيك شغلات. طبعا اذا كان التقى في منزل على هاي اللعبة، اذا كان بتحبوه في اكتر من مقطع، منزل عليها سيارة البي ام، منزل عليها سيارة المرسيدس، في باص المرسيدس الاحدث من هاد. إذا كان بتحبوا تشوفون ادخلوا على القناة وشوفون. طبعا شباب مثل ما شايفين، هلا هي داخلية الباص أو داخلية السيرفيس اللي معنا. طبعا من هون راح أورجيكم، هي الداخلية من ورا، هاي الخارجية، وهي الشكل مثل ما شايفين. الباص كتير حلو. طبعا بنقدر تفتح البواب، بتقدر تفتح كل شي، يعني في أكتر من خاصية بتقدر تفتحهم وتشتغل فيهم بقلب الباص. طبعا مثل ما شايفين هلا هون رح نختار نفتح بس الباب، شايفين شباب؟ طبعا هون الباص لازم يكون مسكر. لا اورجيكم شلون. طبعا هون في خصائص، انا خايفين لهدول الخصائص. هاي الخصائص، ضغطة الخصائص مثل ما شايفين هون بتعطيك كونتاك، بس من شغلت الكونتاك او مثلا شغلت اول طاقة مثل هيك، بتشتغل عندك الشاشة، بتشتغل عندك الإنارة، بتشتغل عندك هدول الشغلات، شايفين شباب؟ طبعا طريقة التشغيل، راح أشغل الباص أول شي. بس من شغلنا كونتاكت تضغط على الزر التشغيل الأخضر، هيك شغلنا، شايفين؟ وبتطفيه بالزر الأحمر مثل ما شفتوا. طبعا هاي الإنارة داخل السيرفيس أو داخل الباص، شايفين؟ في أكتر من شغلة بتقدر تستخدمهم، مثل عندك هون عندك مثلا المساحات، ما مساحات، هدول الشغلات كلها موجودة هون مثل ما شايفين، يعني بتقدر تستخدمهم. طبعا في باصات بتقدر تفتح فيهم النوافذ، وبتقدر تفتح فيهم نوافذ الركاب وهيك شغلات. طبعا هلا ما راح أطول عليكم، خلونا نشوف الباص. طبعا هي مثل ما شايفين هون بتقدر تفتح الباب، هي عندك الباب بتقدر تفتحه وتسكره. طبعا اذا كان بتحب مثلا تفتح البواب كلهم، راح اورجيكم شلون. هاي الباب الخلفي، شايفين؟ في عندك الباب الخلفي كمان، هذا بتقدر تفتحه، شايفين؟ هون بتقدر تركب ناس كمان، بتدخلهم حسب شلون بتحب انت. هاي الباص مثل ما شايفين كتير حلو، اذا بتحبوا جربوه انتو بتشوفوا شغلات اكتر، جوز ما شرحت عليهم. خلونا هلا ناخذ الركاب ونشوف. طبعا شلون رح ناخذ ركاب؟ هلا رح نجيكم هون، راح اورجيكم الواجهة. طبعا الواجهة بهذا الشكل، انا خايفية. هاي الواجهة شباب، شايفين؟ طبعا اول شي بنزل فريل الايد، بتحط على الدي، بس حطيت على الدي هون بيمشي الباص، شايفين؟ طبعا هي اللي عم تحكي كل شوي، ما رح نحزن نلغيها مع الاسف، ما بعرف ليش. طبعا هلا هون شلون بيركبوا الركاب، في عنا خريطه فوق باللون الاحمر اذا شايفينها. خلونا نفتح البواب، شايفين الله هيك شباب عم بيركبوا، يعني واقعيه شوي وهيك حلوه، بتحسها احلى من لعبه الباصات الثانيه الاندونيسيه. طبعا هاي انه دركسيون يساري، فيها مودات واقعية يعني قدر الامكان تقدر تستخدمها، تقدر كذا. طبعا مثل ما شايفين هاي ركبوا،
نعمل هيك ضغطة واحدة، خلونا نسكر البواب، بس هي ضغط على زر البواب أكثر من باب مثل ما شايفين، بعدين بتخفيهم. هلا هون راح نمشي شباب، هات لك خلونا نمشي. طبعا هون في كمان ناس لازم اركبهم، هات لك طبعا ما بيفتح الباب لحتى توقف. اركبوا باشا، شايفين تركب ناس. شلون بدك تعرف انه كم راكب معك كذا؟ في زر الدفتر هون بيقول لك انه كم شخص كم كذا، انه المهمات اللي عملتهم وهيك. هدول اخر محطة، اخر محطة بتروح عليها بيقول لك انه هيك ركبت، هيك كذا، هيك دفع، اجاك دفع، هيك اموال كذا. على المبدأ هاد خلونا نمشي بنشوف. لعبة كتير حلوة، بنصحكم تجربوها اذا كان بتحبوا نعمل عليها سلسلة، او ان شاء الله اذا كان فتحنا بث مباشر بصير نلعب فيها ونجربها اكتر وهيك. شايفين الركاب؟ لعبة كتير حلوة يعني، جربوها ان شاء الله راح تعجبكم. طريقنا كله سيوي، شايفين؟ طبعا هون على الطريق كمان بيجيك عالم لازم تركبهم، بدك ركب بدك لا، حسب انت شلون بتحب يعني. يعني اذا كان موجع بالك تركب حدا لا تركبه. هون في بغير مودات جنب الشوفير بتقدر تركب ناس، بس هون بهذا المود ما في مع الاسف. يمكن اذا كان في بون معدل غير هذا المود تقدر تركب. شايفين؟ طبعا هون فلل عنا الباص، شايفين؟ انا يعني والله في مكانات. يلا ايفون يلي عم يفهم على هدول يترجم لنا بقى شباب. عجب عم يسبونا، عجب ايش عم يحكوا ما بنعرف، يمكن في ناس بدها تنزل. الله العليم، يلا الله منزلك على الموقف. هذا خير، ليش مالك بيرك باشا؟ ها بده ينزل هذا. شايفين شباب؟ بده ينزل ونحن ساحبين عليه. يلا الله منزلتك وننزلك، لا تاكل هم. هو شوي في التحكم باللعبة شوي صعب من ناحية الكاميرا، بس يعني ما اشبشي يعني، برأيي حلوة اذا كان جربتوها. طبعا بتقدر توصل اللعبة على كيبورد، بتقدر توصل على جوستيك، وعلى المبدأ هذا بتقدر تلعب فيها، بصير عندك طريقة اسهل. طبعا هون لازم ننزل الراكب، وهذا وين ننزله؟ ما عاد في موقف، مشكلة. تفضل نزيل. شايفين؟ عم ينزلوا. شايفين شو عم ينزلوا؟ سحبنا عليهم الله وكيلكم، نزلناهم بنص الشارع. في هذا كمان. طبعا هون البوتات فيها مو انه هاتي دخل الحقني. عم بقول لك هاكر. الينورا بتقدر تشغلها، شايفين؟ يعني اللعبة حلوة، بنصحكم تجربوا المود، راح ارجيكم شلون بتنزلوا، شلون بتحملوا المود، شلون بتعملوا، شلون كذا، كل هالشي.
شباب، لتحميل المود بس من ضغطنا على الرابط الموجود بصندوق الوصف بيفتح لكم بهذا الشكل. طبعا بتدخلوا بتحملوا الرابط من هون. طبعا طريقة تحميله مثله مثل اي مود، ان كان بهي اللعبة ان كان بلعبة الباس سيميليتر اندونيسيا نفس الشي تقريبا. بس من حملتوا هذا المود بتحطوا رجوع وتروحوا على تطبيق الزد ارشفير اللي هو بفك الضغط او مدير ملفات. طبعا بنحمله كمان، في ترك لكم رابط تحميله بصندوق الوصف كمان مع المود. بس من ضغطنا عليه دخلنا عليه بنروح على الداونلود بنلاقي هاد التطبيق هيك بهذا الشكل. طبعا هون في عندك المود اللي مسكر مثل بهذا الشكل، بس من ضغطت عليه بتحط له استخراج هنا. هون طبعا انا مثل ما شايفين طلعه لاني كنت عم اجرب المود. حط له استبدال او تخطي. طبعا هون انا بالنسبة الي ضيف المود، فلذلك بيظهر لكم هذا المود اللي شايفينه قدامكم، هاد وهاد. هذول الاثنين بس منفتح بعد ما تفك ضغطهم بيطلع لك بهدول المودين او هذول الملفين. بتضغط عليهم هيك بهالطريقة بتحددهم، بتضغط عليهم ضغطة طويلة وبتحط لهم نسخ، بتحط رجوع وتروح على ملف الاندرويد وبتضغط على الداتا وبتنزل على ملف اللعبة. طبعا كانت اللعبة البروتون باس سيميليتر او البروتون باس سيميليتر رويدز، طبعا اذا كان تعرفوها اللعبتين نفس الشي ما بأثر. تضغطوا على ملف اللعبة على الفايلز، بعدين بتضغطوا على البوسس وبتحطوا لصق. ننتظر شوي مثل ما شايفين هيك عم نحط لصق للملفات. طبعا هيك حطينا الملفات صار جاهزين للاستخدام. ومثل ما شفتوا جربنا المود مع بعض. هلا بننتقل للعبة. لحتى اللعبة بتضغطوا على نيو جيم وهون بيظهر لك المودات اللي عندك بهذا الشريط مثل ما شايفين. هدول طبعا في باصات كتير، هدول اساسيات. طبعا المود اللي معنا اللي هو هذا سبرينتر مثل ما شايفين هو المرسيدس. طبعا نضغط على نهاية سيلكت السكين. طبعا هون بيطلع لك السكنات الموجودين في الباص. طبعا بتحب تختار من هون او اختار من بين هدول الاسهم شايفين شباب، مشان ما تدخل وتطلع كتير. مثلا نختار لون اللي بدك اياه، بتعدل عليه هون عن طريق برامج. مثلا بتاخد السكن هاد، اذا كان بتحبوا قولوا لي ان شاء الله بركي بنعدل على شي واحد عن طريق شي تطبيق ونورجيكم شلون. طبعا راح نختار هاد، حطينا سكليكت ماب. طبعا هون عم بيقول لك اختار الخريطة من هون، كمان بتقدر تختار من هون وبتقدر تختار من هون. طبعا نختار مثلا هاي شايفين شباب. هون بتحط بس من ضغطت على النيكست او هيك، هون بيقول لك انو زاوية او من اي مكان بتحب تبلش بالخريطة. طبعا هي الاماكن الموجودة في الخريطة، هي نفس الخريطة بس الاماكن الموجودة، عرفتوا شلون شباب، اللي موجودة بنفس الخريطة بس بلش لك اياها من كل طرف حسب شلون بتحب. كل خريطة فيها لها شي. طبعا بتقدر تضيف عليها خرائط وتضيف عليها كل شي اذا كان بتحبوا لولي. ان شاء الله بنجيب مودات خرائط. شايفين لايك شباب هذا المود، بنصحكم تجربوه. واذا كان عجبكم المقطع يا ريت تكتبوا بالتعليقات، وان شاء الله بنعمل عليها سلسله لهي اللعبه وما بنقصر معكم ان شاء الله. وهيك شباب كون قصر معكم لاخر مقطع. بتمنى منكم تدعمونا المقطع باللايك واشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، وتفعلوا زر الجرس لتوصلكم كل جديد. اترككم بامان الله وسلام.